ألف مبروك، الله يتمم عليكم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. مبروك. الله يبارك فيك. تكفى ها يعقوب، ما بي أحد يدري. إن شاء الله. أنا أنطج بالسيارة. أنا ودي أنطق طراق بس عشان أصدق لقايس. تكفى عيسى، هالموضوع أبي يصير بيناتنا، ما أبي أحد يدري. تكفى ها، لين أدبر أموري. شمور أنت زوجتي على سنة الله ورسوله، ليش؟ أدري، بس خلي الحين تالي يصير خير. خشم تعمري نمر. يلا مشي. يا هندي صدق خلاص زوجتي؟ زوجتك على سنة الله ورسوله، خلصنا. هلا حبيبي. شو عندك هني؟ ناطرتك حبيبي. حور حور حور، ما تدري تدري لولو يا لها بيبي. صدق شنو يابت؟ يابت ولد، الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. عاد انا باكر بروح لها الطبيب، راح تجين وياي اوكي؟ اي ان شاء الله. اي معك. حور بروح داري، انا وايد تعبان. عشتو ايش في رايلك مطنقر؟ ماكو شيء، هو كذي على طول. لا حبيبتي، ليش؟ إن أخوي على بيبي هو غيران من أخوه، تعلميني بالريايل يغارون من بعض حتى لو كان أخوه. حسين ما يفكر كذي، وبعدين كل شيء قسمه نصيب. لا حبيبتي فكر، خصوصاً بالذات حسين 24 ساعة ساكت، وخوفك من السكوتي. السكوتي لوت يا ماما، قلبي ريلك لا يطير. ولدك من ذوي الاحتياجات الخاصة، لازم يتم عندنا تحت الملاحظة لما نتأكد من صحته.